رح نروح على بث مباشر مع الفنان خضر وشاح، رح نتحدث عن المعرض. عم تضحكي انت؟ ليه عم بضحك على تضحكي؟ دورات بالفواصل، يعني ما انا بعرفوش شو بصير تحت ما الفواصل، شو بعرفه بصير. العفوية والتلقائية. بكل تأكيد بنتقل للمعرض. كنت تحكي على الفن وتأثير الفن على مستوى المجتمعي طبعا، ولب القضايا اللي ولب مهمة لنا. الموضوع كان النساء وقتل النساء والعنف. المعرض حول هذه القضية مع خضر وشاح الفنان. صباح الخير لك. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني بدايه استاذ خضر، كنا نحكي عن اهميه الفن والابداع في نقل رساله وتوجيه رساله الى مجتمعنا والى كافه المجتمعات، وبدنا نحكي عن تبنيك لقضيه من خلال هذا المعرض الاخير، وبعد هيك اكيد رح نسهب في محاور اخرى. بدايه عن هذا المعرض، اهميته والرسائل اللي بيحملها. بصراحه المعرض هذا معرض شخصي في كل تفاصيله لإلي، يعني لأنه حوادث حصلت في العيلة عندي، ومن خلالها الفكرة اجتني، يعني شيء شخصي، ولكن من خلال بحث كنت ببحث في الموضوع نفسه. فمن 2004 ل 2006 يعني على خلفية الشرف في الوسط الفلسطيني تقريبا في الداخل وكمان في الضفة وفي غزة، 43 مرأة قتلوا بس الفترة هاي. فهذا أثار يمكن الشيء اللي حصل عندي في العيلة وكمان من ناحية اجتماعية. فالعمل بيعالج قضية قتل النساء في الوسط الفلسطيني على كثير قضايا، مش بس على خلفية الشرف أو شيء، لا، ولكن على أكثر من موضوع في الوسط الفلسطيني. على مستوى العمل وعلى بتتفضل فيه، سيرورة البحث، سيرورة التفكير، كم من الوقت أخذ لك؟ والله العمل أنا عملته تقريبا 10 سنين بشتغل على الموضوع. في أكثر من تقنية، في أكثر من مادة أسلوب فنية، ولا مرة هيك أداني قناعة في العمل الفني، عشان هيك ما عرضتوش. ولكن العمل الأخير هو عبارة عن ريدي ميد، هو عبارة عن جزء من عمل المرأة نفسها، هو تطريز في الضبط، هي قطعة جاهزة من ثوب فلسطيني، مش جديد، الثوب كان مستخدم للنساء من الكوليكشن الموجود عندي في البيت يعني. فكله هذا أنا فكيت القبة اللي على الصدر هاي، ومن خلال استخدمت أنا شيء للمرأة، ومن خلال العمل نفسه قدمت، يعني أنا كفنان ما جبتش أي حاجة من عندي، ولكن كل المواد اللي أخذتها هي مواد صنعت على يد النساء، وكان لبساتها واللباس بعده ريحتن فيهن، وبعده كل شيء موجود في المادة نفسها. نعم استاذ خضر، يعني كل فنان وكل مبدع مثل ما افتتحنا هاي الفقره مؤمن جدا بانه الفن والثقافي ايضا يوصل رساله للعالم اجمع. قديش برايك هو ليس فقط يوصل رساله، يعني قديش يساهم في التغيير؟ هل من خلال معارض من هذا النوع، من خلال الجمهور اللي بيرتاد ايضا على هذه المعارض، بامكاننا نغير ربما وجهه نظره، ربما رايه، ربما تعامله مع قضيه معينه ان كانت اجتماعيه او سياسيه؟ اي انا كفنان سياسي اجتماعي بعتبر انه كل قضيه احنا بنثيرها بغض النظر عن موافقه المجتمع معها، ضد او معها، او اختلاف الراي عليها، ولكن هي عباره عن يعني فرض على المجتمع تبعنا والمجتمعات الاخرى كمان، انه يكون في نقاش في الموضوع نفسه، حتى لو كان الموضوع يعني عليه بتعرف هيك تحفظات من المجتمع تبعنا، ولكن العمل يجب يعني العمل الفني يجب ان يكون له رساله واضحه جدا، بيكون كمان يثير نقاش اجتماعي او سياسي في الموضوع. مش مهم يعني اتفاق فيه او متفاق فيه، ولكن اثاره الموضوع نفسه هي عباره عن بدء على سلم الحل تبعه. نعم، نتحدث عن مقدار التجاوب مع هذه القضايا ومدى يعني التأثير والاهتمام، اهتمام الجمهور تحديدا الجمهور الفلسطيني، يعني هو تبعية أو كمالي اللي تفضلت فيه كسؤال عفاف،
الجمهور لأي درجة مرتاد، لأي درجة عم بتردد، بيكون عنده اهتمام لهكذا مواضيع، ولأي درجة عم بتحس أنه عم بيكون مؤثر على الجمهور، إذا كان الجمهور الشعبي أو المنطقة، وأنا على الأرجح بفكر أنه هو المنطقة للأسف. بصراحة يعني المعرض هذا أنا عرضته في متاحف داخل الدولة وكمان في جاليري في باريس وكمان في جامعة بن غوريون. فيعني الموضوع هذا عليه نقاش كثير داخل الدولة وكمان خارج الدولة، ولكن قضية العمل الفني اللي أنا بشتغل فيه بعالج فيه قضية قتل النساء في الوسط الفلسطيني هو عبارة عن يعني قضية يجب أن تفتح ويجب أن تناقش داخل المجتمع الفلسطيني أولا قبل ما يكون داخل المجتمع الإسرائيلي أو داخل المجتمعات الأخرى. يعني كل القضية تبعتي أنه هنفتح النقاش داخلنا، يكون النقاش عندنا. الرواد دائما بشكل عام اللي بيكونوا في المعارض يعني العرب خصوصي، فدائما كل يعني الحديث تبعهم دائما إيجابي أكثر من ما كنت بتوقع، يعني أنه يكون سلبي من ناحية أنه الموضوع بيعالج قضية أو يعني صعبة جدا داخل المجتمع الفلسطيني. نعم، هو اللي بتتفضل فيه بأخذني للسؤال. يعني ردود الفعل دائما إيجابية يعني أكثر. نعم طبعا، تفضل تفضل. نعم، المسؤول يعني ردود الفعل دائما إيجابية بتكون بغض النظر عن كنت كيف بفكر فيها. أوكي، نتحدث عن المسؤولية الثقافية وقضية الالتزام بالنسبة للفنان الفلسطيني. يعني عم بحاول أكمل بكل تأكيد، يعني بحط حدود، بحط ضوابط ملزمة إذا بدنا نسميها، وبخلق نوع من توقع معين. أي أكيد يعني كل فنان إذا بده يشتغل أي عمل فني، مش مهم إذا بكون مسرحي أو روائي أو أي شيء، بده يكون كمان في له ردة فعل، لأنه احنا كل أعمالنا هي أعمالنا تناقش حاجات اجتماعية ويجب أن تعرض على المجتمع ويكون رأي المجتمع فيها، فبهمنا رأي المجتمع يعني في البداية والنهاية. ولكن أنا بعتبر إنه الفنان يجب أن يكون صادق مع نفسه أول وصادق مع قضيته ومؤمن فيها. إذا ما كان عنده ثلاث أشياء هذول لا يمكن إنه يكون العمل تبعه عمل صادق وكمان ناجح. مش مهم ردات الفعل تبعتك اذا بتكون ايجابيه او سلبيه، ولكن يجب انه انت كمان لما تحط راسك على المخده وتناول المغرب تكون انت متاكد جدا من انه اللي سويته انت عمل صح ومؤمن فيه ايمان خالص، انه ما فيش فيه اي حاجه اللي يعني تضايق عليك او تقول انا ما عملتهاش او ناقص منها او شو اسمه. لا رائع. بس خضر، قبل الختام نسمع منك رسالة أو رسائل حابب تقدمها. يعني غالبا ما الفنان مثل ما تحدثنا يقدم رسائله من خلال إبداعاته، ولكن الرسالة الكلامية اللي حابب توجهها لجمهور مشاهدينا اليوم ربما أيضا تتطرق لموضوع يعني التردد أو التوجه لمثل هذه المعارض لأهميتها ولأهمية القضايا اللي عم تطرح من خلال هذا الفن والإبداع. أول حاجة بشكر كثير على الكلام الحلو هذا، ولكن أنا بعتبر إنه يعني الفن هو عبارة عن لغة، وكمان يجب إنه نتعامل معها بشكل عن جد يعني ثقافي كثير يعني في المجتمع تبعنا. يعني بطلب من كل الشباب ومن كل الشابات يعني اللي في المجتمع الفلسطيني وكمان اللي بيقدروا واللي ما بيقدروش حتى إنهم يروحوا عن جد على المتاحف هذه، يروحوا كمان على الجاليريات هذه، لأنه فيش أعمال فنية تعرض في الوسط الفلسطيني أو الدولي كلها أو في العالم كلياته ما فيش لها هدف، والهدف هذا هدف ثقافي جدا ممكن يكون يعالج قضايا شخصية لنا. يعني دائما في إنه جزء في الأعمال الفنية، يعني العمل الفني حتى لو بكون معروض، ولكن مش مهم شو بحكي الموضوع تبعه، ولكن في إلنا جزء داخل العمل الفني مش مهم كيف، يعني ممكن إحنا نوجده من خلال بحثنا داخل أنفسنا وكمان داخل العمل الفني. فعملية زيارة المتاحف أنا بتهيأ إنه لازم تكون مؤسسة من المدارس إلى أن الواحد يكبر فيها أو في البيت أو في أي محل ثاني. يعني المتاحف أنا بعتبرها أو دور العرض يجب أن تكون إلزامية في المدارس وكمان نتربى عليها من احنا صغار. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك وين متواجد حاليا؟ ندعي الجمهور وندعي المشاهدين في اي جاليري او في اي مكان، في اي مدينه في الناصره؟ انا في مدينه الناصره في مركز ثقافي الليوان. الليوان
كمان بندعي الجمهور يوصل ويشوف أعمالك بكل تأكيد. الفنان الجميل وصاحب الأعمال الجميلة، صاحب القضية الشائكة اللي عم تطرحها في هذا العمل، نشكر حضورك معنا مباشر في هذا النهار، يعطيك ألف عافية، نتمنى لك الصحة والقوة بكل تأكيد، والفن الجميل. شكرا لكم.